الوزن الحجمي برضه السنه اللي فاتت كنا واخدين قيم كده تقريبيه، احنا بنقول ان الوزن الحجمي للركاب تراوح من 1500 كيلو جرام لكل متر مكعب الى 1700 او 1750 كيلو جرام لكل متر مكعب. يعني اختار حاجه في هذا الرينج لو ما ادانيش القيم اللي انا اشتغل فيها. هنقدر في الجنرال كلهم الهيئه من 1500 ل 1700 1750 يعني سواء رمل او ايه؟ اي حاجه. بقول لك لو ما تطلعش يبقى انت هتفترض القيمه في هذا الايه؟ في هذا البيج. واضح يا جماعه؟ ماشي؟ طيب خلصت كده المساله؟ لا يعني لازم نلخصها بقى، لازم نقول والله ان مكونات المتر المكعب بالوزن كذا والحجم ايه؟ كذا. طيب هنحطها ازاي؟ نحطها بهذا الشكل، نعمل جدول كده بسيط نقدر نلخص فيه اللي احنا عملناه. فنقول نسب الخلطه اللي احنا عايزينها 310 كيلو اسمنت على 220 لتر ميه على 690 كيلو رمل على 1125 كيلو غزاله. وده بيتحول بالحجم الى القيم اللي احنا شفناها. خلي بالك ان في ايه؟ شكاير، حجم الاسمنت مش هنحطه حجم سائل. لكن طالما انا بشتغل بالحجم يبقى الحقيقه بتتحول هذا الكلام الى شكاير. ايه اللي فيه من 10؟ لو اسمنت سائل هيستنفع تقيسه، ده غالبا بنحط الخط وبالتالي الناس بالوزن مش بالايه؟ مش بالحجم. طيب في حاجه اسمها 6.2 من 10 شكاير؟ لا طبعا. في. خلي بالك بقى من حاجه مهمه جدا. هنا بنتكلم عن خلطه بالمتر المكعب، يطلع زي ما يطلع. 6.2 من 10، 6.3 من 10، 5 و85% زي ما يطلع. هتجيبها ازاي بقى يعني؟ هتجيبها ازاي؟ ما احنا هنشتغل متر مكعب على بعضه. هشتغل متر مكعب على بعضه او مضاعفاته لو اشتغلت تحت الخلطه المركزيه وبالتالي كلمه شباره مش موجوده. لكن انت شفت خلاطه في الشارع بتعمل متر مكعب على بعضه؟ خلاطه في الشارع دي بتعمل يا اما سبع متر يا اما تلت متر. لو كانت واحده كبيره شويه يبقى تلت. لو واحده صغيره زي اللي شفتوها في المعمل عندنا هتبقى الايه؟ السبع متر. فاذا الحقيقه مفيش ما يبلغ اني اعمل اي خطوه تقريب دلوقتي. طالما بتكلم عن متر مكعب زي ما حضرتك. اقربها بس لحاجه منطقيه يعني مفيش ما يبلغ ان انا اقول والله طلعت 6 و2 1 3 5 10 شجار. لا 6.2 من 10 شجار خلاص. انما اللي برضه نفس الحكايه بالنسبه للاوزان. 690 كيلو رمل، لو انت حسبت الارقام بعد كده يعني لوحدك هتلاقي ما طلعتش 690. طلعت مثلا 686. مالهاش معنى 686، محدش هيقيس بهذه الدقه. دقه الموازين لو تعرف 3% تقريبا. ف 686 دي يعني مالهاش معنى. نخلي 690. يبقى دايما بنحط يا 5 يا 10. واحنا بنتكلم عن اوزان الايه؟ اوزان الرمل والزلط. عايزين حاجه تبقى منتهيه يا بصفر يا ايه؟ يا بخمسه. الثاني ده دقه غير مطلوبه في هذا الموضوع، ممكن تبقى عايزها في المساحه ماشي، انما يعني في الشغل بتاعنا ده الدقه دي هتبقى طبيعيه. تمام؟ فهنسيبها كده لغايه لما يقول لي تعامل مع خلاطه معينه. ساعتها بقى يظهر فكره الايه؟ ان يا ترى في حاجه اسمها 6.2 من 10 شكاره؟ هل في شكاره وربع؟ طبعا علشان نتخيل مع بعض كده، لو انا هفتح شكاره في الشارع واخد منها ربع هيكيله ازاي؟ هيجيب المسطره ويقيس الشكاره كده ويقسمها اربع تسع ويشرحها كده وياخد كل ربع لوحده؟ طبعا نص الاسمنت طلع في الارض. يبقى اذا واحنا الحقيقه بنتعامل مع موقف كده ان احنا بنفتح شكاير يبقى غالبا هنتعامل مع الشكارة على ايه؟ على بعض. بس اشوف بقى الشكارة ان عدد الشكاير المناسب لمقاس الايه؟ لمقاس الخلاطه. تمام؟ فاذا في المرحله دي ان انا بتكلم عن متر مكعب وتصميم خلطه الارقام هتطلع حسب. لكن ابتدي ادور على التقريب بالذات في حاله الاسمنت لما اكون بتعامل مع خلاطه معروفه الايه؟ الحجم بتاعها كويس؟ اتفضل. القمه الطلعانه دي اللي بتنفع في التوازن
تاخدش 220 دي طبعا عندك قهوه تمام. خلاص ادي ارقام بتنتج في الاخر 1 متر مكعب. او على 3 او على 8 زي ما دي بقى الماس بتاع الخلاط اللي هو متاح عنده يعني. كويس؟ طيب نشوف بقى الايه؟ النقطة اللي احنا عايزينها بعد كده. ايه؟ احنا واقفين عندها. يقول لي احسب ايه بقى؟ احسب الكميات اللازمة للخلاطة ساعة تلتمت والخلاطة مركزية بتعمل قد ايه في المرة؟ بتعمل 5 متر في كل قلب. فيها كميات تكفي لانك تعمل 5 متر مكعب مره. هنقول والله ده المتر المكعب ده اللي كنا لسه مطلعينه من شويه. انا عايز 3 متر المفروض اعمل ايه؟ اقسم كل حاجه على كام؟ على 3. قسمت على 3 طلع نسب بالوزن ومعاها نسب بالايه؟ بالحجم. 3 متر دي بالتاكيد خلاطه مش مركزيه، خلاطه نقاية واصبحت محتاجه 2.7 شكارة. شكارتين. اه ده كلام ينفع؟ اه. يبقى ساعتها اقول ايه؟ عندي حاجه من اثنين، ما هو ياخد شكارتين ياخد 3. بس طبعا الموقف واضح. ياخد 2 من 10. ياخد 2. مش هينفع اخد اي كسر من الشكارة. لان زي ما اتفقنا هحسبه ازاي في الموقف. هاخد اي كبشه كده اقول ان هي دي 10. ولا هجيب ميزان موزن ال 10% من الشكارة يعني 5 كيلو. الشكارة 50 كيلو هعمل ايه؟ هاخد 2 بس. طب لما اخدت 2 بس قللت كمية الاسمنت؟ اه قللتها لو فضلت بنتج تنتمتر. لكن ليه انتج تنتمتر؟ ما انا انتج كمية اقل اللي هي محتاجة كام؟ محتاجة شكارتين بس. طب دي عرفت ازاي؟ نسبة وتناسب، مسألة نسبة وتناسب بتاعت رابعة كده اللي هي بتقول لي الشكارتين هيحتاجوا قد إيه مية؟ القيمة دي في 2 على 2.7 مين؟ ومحتاجين قد إيه رمل؟ القيمة دي في 2 على 2.7 مين؟ صح؟ والقيمة دي في 2 على 2.7 مين؟ طب وأنا طلعته قد إيه؟ تلت في 2 على 2.7 مين؟ يبقى أنا ما انتهتش تلت متر، انتهت شوية أقل من التلت متر. يبقى الخلاطة بتعمل كده. لكن ظروف الخلطة والتصميم بتاعها خلاني ما اقدرش اطلع منها تلت متر كل مرة. اطلع منها التلت متر عندها 33%، انا طلعت منها بالتقريب 3.5. كويس؟ يبقى حافظت على النسب، حافظت على المقاومة، حافظت على قابلية التشغيل، وما خسرتش حاجة خالص. كل الحكاية بس ان الخلاطة دي بدل ما بتشتغل في اليوم 100 مره فبتعمل 100 في تلت يعني 33 متر مكعب، هتعمل 100 في 3.10 يعني هتعمل كام؟ 30 متر. قلت الانتاجيه بتاعتها شويه. التكلفه بتاعتها على المقاول اللي جايبها زادت شويه صغيره. كان المفروض يجيب فلوس بتاع 33 متر وهيجيب فلوس بتاع كام؟ بتاع 30 بس. واضح يا جماعه؟ نعمل ايه؟ مفهوم؟ كويس قوي. اتفضل. دكتور ما ينفعش مثلا اخد نص شجره على نص شجره يعني كويس. برضه هت يعني الخطا فيها واحد مش كده؟ حتى لو فتحت الشجره من فوق كده وحطيت علامة ان انا لازم احط الشجره مثلا بالقلم من بره كده لغايه الخط ده، وارد قوي ان انا في مره انزل شويه زياده وفي مره انزل شويه ايه؟ شويه اقل. وارد. صح؟ كويس. لو انا زودت الاسمنت من 2.7% الى 2.5 هتعمل ايه في المكونات؟ نفكر فيها مع بعض هنعمل ايه؟ وانا بقلل قللت الحاجات كلها وخلاص تيقنت ان انا بنتج اقل من ساعه الخلاط. يا ترى عند 2.5 هسيب بقيه الحاجات زي ما هي؟ ممكن. بس ساعتها كميه الاسمنت حصل فيها ايه؟ زادت كتير قوي. ده زادت 4.10 شكارة تقريبا على كل شكارتين. يعني كم في المية؟ يعني 2.10 شكارة يعني 20%. انت زودت كمية الاسمنت في الخلط 20%. هل ده بقى معقول؟ هل ده ممكن ايه؟
انا في بعض الحالات الثانيه لما اعمل السياده دي انا نفسي عديت 450 كيلو في المتر المربع. فاذا الزياده تحصل امتى؟ لو كان الرقم ده بدل 2.7% كان 1.9. خليه بالدي. تمام؟ وما ازودش اي حاجه تاني. كويس؟ يبقى انا كده يعني فرق معايا 5% في وزن الاسمنت مقدور عليها وفي نفس الوقت حافظت على الانتاجيه بتاعت الايه؟ بتاعت الخلاط ممكن دي تتعادل بيها. تمام يا جماعه؟ اللوجيك مفهوم كده المنطق اللي احنا بنفكر بيه. تمام؟ طبعا هنحاول دايما نجيب لك الحاجه فيها ايه؟ فيها انك تنقص مش تزود علشان لو فيها خطوه زياده يعني. شيك تعمله يعني في حاجه ما انا قلت عليه لا طيب ضروري يعني طيب باذن الله 2.7% شكاره دي يعني ايه هنتصرف فيها ازاي ماشي وانا بدور بقى على الخلاطه المركزيه اللي فيها 5 متر هي انا مش عايز خالص في الحجوم الخلاطات المركزيه عاده بتشتغل بالايه؟ بالوزن الصبر بتاع الحجم ده ما احناش عايزينه واللي احنا محتاجينه هو الايه؟ الاوزان. هل الاوزان بقى فيها المشكله اللي ظهرت معانا من شويه بتاعت الشفايف؟ لا. الميزان بتظبطه على القيمه اللي انت عايزها. احنا هنا قيمه حلوه قوي وشكلها لطيف احنا 1550 لكن ممكن تبقى 1560 1570 اي رقم احنا ممكن نصرف عليه الميزان بتاعنا بحيث ان دي الكميه اللي انا محتاجها يشوف والله النتيجه شكلها رايح يعني اللي هو عايزه ولا الموضوع بعيد قوي.
ليه هنعمل ده اختبار؟ لان هنقطع عليه شويه شروط. المجموعه اللي هي بتمثل الاختبار دي مطلوب منها تحقق بعض الايه؟ بعض الاهداف. تعالوا نفكر مع بعض كده، واحنا بنعمل اختبارات تاكيديه تفتكر مستوى الجوده والاهتمام هيبقى اعلى ولا اقل من اللي هيحصل في الشغل الجد؟ اعلى. يبقى من المفترض ان متوسطات الاختبارات دي تقرب لمين؟ متوسط يقرب المقاومة المستهدفة. يبقى أنا عايز أقارن المتوسطات بالمقاومة الإيه؟ المقاومة المستهدفة. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، هل من المنطق وأنا عمال بقى يعني ببذل مجهود كده وحاطط عناية كبيرة إن المكعبات بتاعتي حاجة منها تقل عن المقاومة المميزة؟ لا. فهنكتشف إن في عندنا أربع شروط الحقيقة لازم نطبقها على النتائج بتاعت الاختبارات. يجب ان يتحقق كل الاربع شروط اللي جايين. ايه هم بقى الاربع شروط؟ نمره واحد، متوسط مقاومه الضغط لكل المكعبات في الثلاث اختبارات لا يقل عن كام؟ 95% من المقاومه المستهدفه. خلي بالك المقاومه المستهدفه بتاعتنا كنا مبالغين فيها شويه. لو كنا اشتغلنا على انحراف المعيار ال 80 ده ويعني فبالتالي مش ضروري اوصل ليها بالظبط. بس هو ما بيعملش عمال. فالمفروض متوسط المكعبات بتاعت الثلاث اختبارات 6 6 6 18 مكعب متوسطهم ما يقلش عن 95% من المقاومه المستهدفه. طيب بعد كده الشرط الثاني، ان يزيد متوسط مقاومه الخلطات الثلاثه برضه ال 18 مكعب على بعض يزيد عن المقاومه المميزه ب 65 كيلو جرام لكل سنتيمتر مربع. طب 95% مفهومه، لكن 65 كيلو جرام لكل سنتيمتر مربع اشمعنى؟ ليه ما خلاش 60 تبقى اسهل حتى؟ او 70 او 100 تبقى رقم حلو كده سليم على بعض. اشمعنى 65؟ لو ضربنا 40 في 61% تطلع كام؟ تطلع تقريبا 65. يبقى اذا ده الحقيقه بيمثل الحد الادنى لهامش الامام على الاقل في الخلطات المتوسطه فوق الايه؟ فوق ال 200 اللي هي الخلطات اللي بتهمنا. كويس؟ ده الحد الادنى لهامش الامام.